نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة مكملين هندسة، ومعانا في الهندسة درس في منتهى الأهمية. النهاردة إن شاء الله مكملين وحدة الهندسة، الوحدة بتاعت الهندسة عندنا سهلة وبسيطة، ودرس النهاردة اسمه التطابق. التطابق معناه إن شيئين أو حاجتين يبقوا متشابهين طبق الأصل. حتى لما بنقول حاجة شبه حاجة نقول بشبهها طبق إيه؟ طبق الأصل. زي كتاب المعاصر ده وكتاب معاصر تاني زيه لنفس السنة لنفس المرحلة، بيبقى نفس النون ونفس، ما يهمنيش السعر، أنا أهم حاجة عندي الشكل، الحجم، الأبعاد، الطول، العرض، الزوايا. أنا مالي ومال السعر وأنا هشتريهم. أنا بالنسبة لي كتطابق أهم حاجة بالنسبة لي الأشكال، كقطع مستقيمة، كزوايا تكون كد بعض. فلو جبنا كتابين معاصر وأطبقناهم على بعض، هما الاثنين مش هيفرقوا حاجة عن بعض، هيبقوا منطبقين، بحيث ان انت ممكن ما تشوفش الكتاب اللي ورا لان الكتاب اللي قدام كده بالضبط، فانت شايفهم كأنهم كتاب ايه؟ كتاب واحد. فعندنا الاشكال الهندسية متى يحصل لها تطابق، ولما يحصل لها تطابق ايه اللي بنستنتجه من التطابق؟ ده اللي هنشوفه واحدة واحدة. ومفاهيم التطابق عندنا بتنقسم الى اكثر من شيء. اول مفهوم تطابق قطعتين مستقيمتين. تطابق قطعتين مستقيمتين، طبعا احنا خدنا مفهوم القطعة المستقيمة ومفهوم الشعاع ومفهوم الخط المستقيم. فاحنا في البداية هنبدأ بأول مفهوم اللي هو تطابق. تطابق ايه؟ قطعتين مستقيمتين. امتى قطعتين مستقيمتين يتطابقوا؟ لو كان قولهم كذبعت بكل بساطة، لو كانوا متساويتان في الطول. يعني لو فرضنا ان عندي قطعة مستقيمة هنا اسمها القطعة المستقيمة ألف ب، قست طولها بالمسطرة لقيت طولها 5 سنتيمتر، وعندي قطعة مستقيمة أخرى اسمها جيم دال. طبعا احنا عارفين تعريف القطعة المستقيمة، تمام؟ قطعة المستقيمة اللي خدناها في الحصص اللي فاتت هي مجموعة لا نهائية من النقاط تصل ما بين نقطتين، صح؟ أو ممكن نعرفها بشكل أفضل ونقول هي الخط الواصل بين نقطتين. خواص القطعة المستقيمة إن لها بداية ولها نهاية ولها طول محدد، صح؟ على خلاف الشعاع والخط المستقيم اللي ما لهمش طول محدد. لو فرضت إن القطعة المستقيمة دي طولها 5 سنتيمتر فتساوى طولها مع طول القطعة المستقيمة الأولى ألف ب، في الحالة دي أقول إن القطعة المستقيمة اللي اسمها تطابق. يبقى العلامة الرمز الجديد ده هو علامة التطابق، عامل زي اليساوي بس زايد شرطة على اليساوي، صح كده؟ يبقى إذن ألف ب قطعة مستقيمة تطابق القطعة المستقيمة مين؟ جيم دال، بسبب تساويهم في الطول. ليه تساوي يا أستاذ؟ لأن طول ألف ب كد طول، خد بالك لما أجي أعبر عن الطول ما أعملش علامة إيه؟ القطعة المستقيمة فوقها، وساعتها أختار يساوي. إنما لو في علامة القطعة المستقيمة فوق القطع يبقى العلامة المناسبة يطابق مش يساوي. ناخد بالنا من الملحوظة دي عشان تيجي في اختر. يقول لك إيه؟ ألف ب وجيم دال، وبين الاختيارات يكون يساوي وبين الاختيارات يكون يطابق. المفروض هنا أخذ يساوي. ليه؟ لأني ما فيش علامات القطع المستقيمة عليهم، يبقى بيتكلم عن أطوال، يبقى أخذ ساعتها يساوي. لو معمول عليهم علامات القطع المستقيمة أخذ من الاختيارات يطابق. يبقى نقول بشكل واضح متى تتطابق قطعتين مستقيمتين؟ إذا تساويا في الطول. برافو يا منة. إذا تساويا يبقى تطابق القطعتين المستقيمين إمتى؟ إذا كانتا متساويتان في الطول. الطول اللي بنقيسه بالمسطرة، الطول اللي من وحدته السنتي متر. تعالوا ناخذ مفهوم آخر في التطابق وهو تطابق الزوايا. تطابق إيه؟ الزوايا. تطابق
زاويتان. متى تتطابق زاويتان؟ إذا تساويا في القياس. يبقى احنا بس هنغير كلمة في الطول هنا ونخليها في ايه؟ في القياس، لأن الزوايا ما ينفعش أقول الزاوية دي طولها كذا. الزوايا لا تقاس بالطول، الزوايا لها قياس، والقياس ده وسيلة قياس. أيوة، وحدة قياس الدرجة والدقيقة والثانية، ووسيلة قياس المنجلة، صحيح؟ إنما الأضلاع تتقاس بالمسطرة يا أستاذ، القطع المستقيمة ووسيلة قياسها المسطرة، ووحدة قياسها السنتيمتر أو الديسيمتر أو المتر لو كبيرة خالص، أو الكيلومتر لو بنقيس البعد بين بلدين. يبقى إذن وحدات الطول غير وحدات قياس الزوايا. متى تتطابق زاويتان؟ ركزي معاي، دي زاوية. طبعاً إحنا خدنا الزاوية وعرفناها وعرفنا إن الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية، صح يا خلود كده؟ تمام. ودي رأس الزاوية، والشعاعين يسموا ضلعي الزاوية. جميل. آدي زاوية اسمها ألف ب جيم. واضح إنها زاوية نوعها إيدي من شكلها كده، واضح إنها زاوية حادة. لو فرضنا إن الزاوية الحادة دي قياسها 30 درجة، وعندي زاوية أخرى اسمها دال ه واو، إيه يا ريتاش؟ أصلي لو مش نفس النوع القياس مش هيتساوى، صح؟ فمستحيل زاوية حادة تتطابق مع زاوية منفرجة، مستحيل زاوية قائمة تتطابق مع زاوية منعكسة، مستحيل زاوية مستقيمة تتطابق مع زاوية صفرية. ليه؟ لأن بدام النوع مختلف يبقى القياس مختلف، صح؟ ومش بس أي منفرجة تتطابق مع أي منفرجة، لأن نكون منفرجة ومنفرجة وبنفس القياس. يعني لو زاوية منفرجة قياسها 120 وزاوية منفرجة قياسها 130 أو 150 لا يتطابقوا. يبقى مش بس النوع هو المطلوب، النوع وتساوي القياس أيضا. لكن إحنا بنقول إذا اختلف النوع يا ريتاج يبقى 100% القياس مختلف، صحيح؟ في زاوية حادة قياسها يبقى مطابق لزاوية منفرجة، ده الحادة أقل من 90 والمنفرجة أكبر من 90 وأقل من 180. يبقى إذن عشان تتطابق الزوايا مبدئيا لازم يكونوا من نفس النوع، وكمان لازم يكون لهم نفس القياس. يبقى لو فرضت ان زاوية دال ه واو اللي رأسها ه، اللي ممكن تقرأ واو ه دال، واللي ممكن تقرأ ه فقط برمز واحد، قياسها 30 درجة ايضا، ده معناه ان قياسي الزاويتين دول متساوي، وده معناه ان الزاويتان متطابقتان. يبقى ايوه، يبقى اذا نقدر نقول، خدوا بالكم، زاوية ايه ده يا استاذ؟ ايه العلامة دي؟ علامة الزاوية. زاوية، تعال نقراها بثلاث حروف، ألف ب ج، تطابق زاوية دال ه واو. جميل جدا. ما هو بصي خدي بالك، انا ممكن اعبر عن الزاوية بشكلين، بشكلين، يا اما زي ما انت بتقول، انت باصه فين؟ خليك معايا على السبورة، كنت باصه كده اصلي من شويه، صح؟ عندي عشان اعبر عن الزاويه ممكن بطريقتين يا ريتاج. ممكن زي ما انت بتقولي اعمل ايه الثمانيه دي كده اللي فوق، اللي فوق الراس، وممكن بديلا عن ده اعمل علامه الزاويه في البدايه اللي هي شبه الاصغر مني دي. يبقى انا استبدلت الثمانيه اللي انت بتقولي عليها بعلامه الاصغر مني دي اللي هي برضو علامه الزاويه. دي او دي، مش دي ودي، يا دي يا دي. يعني انا ممكن امسح دي واعمل دي من فوق تعبر عن الزاويه ايضا، تمام؟ امتى نعمل تساوي يا استاذ؟ زي القطع المستقيمه، مش لا، ممكن تكون قاعده بس مسبوقه بحرف القاف، حرف القاف اللي هو يرمز الى ايه؟ قياس. يبقى لما يقول لي قياس، قياس زاويه الف ب ج، وهنا قياس زاوية دال ه واو، طالما قال قياس يبقى آخذ يساوي مش يطابق، تمام؟ يبقى الزاوية نفسها تتطابق، القياسات تتساوى. عشان كده احنا بنقول امتى تتطابق زاويتين؟ إذا كانتا متساويتان في القياس، زي ما قلنا هنا على القطع المستقيمة. متى تتطابق قطعتين مستقيمتين؟ إذا كانتا متساويتان في الطول. يبقى نكتب شرط كده زي الشرط ده
ونقول تتطابق قطعتين مستقيمتين إذا كانتا متساويتان في الطول، هنا هنقول تتطابق الزاويتين إذا كانتا متساويتان في القياس. جميل كده، فهمت كويس. طيب تعالوا نكبر أكثر من مفهوم تطابق القطع وتطابق الزوايا إلى تطابق شيء أكبر منهم، وهو تطابق المضلعات. تطابق المضلعات، خليكي معايا بنتي ما تسرحيش. إيه ماشي خلاص. تطابق الإيه؟ أول حاجة المضلع ده يا أستاذ شكله إيه؟ المضلع ده إيه شكله؟ لا مش ضلع، مجموعة من الأضلاع، مجموعة من الأضلاع، بس الأضلاع دي تشابكت مع بعضها وقفلت وكونت مضلع، كونت شكل بقى زي المثلث. المثلث أحد أنواع المضلعات، يحتوي على ثلاث أضلاع ويحتوي على ثلاث زوايا. يبقى المضلع هو مجموعة من الزوايا تحصر بينها مجموعة من الأضلاع، بحيث أن عدد الأضلاع مساوي لعدد إيه؟ الزوايا. طيب يا أستاذ المثلث ده فيه كم ضلع وفيه كم زاوية؟ يبقى عدد الأضلاع مساوي لعدد الزوايا في المضلع. والمثلث هو أبسط مضلع ممكن نتعامل معاه، لأن مفيش مضلع يتكون من عدد أقل من ثلاثة، صحيح؟ عدد أقل من ثلاثة مش هيكونوا لك مضلع. لحظة يا خلود القلم بعد إذنك. لو تخيلنا أن دول إيه؟ ضلعين. هل ضلعين فقط كافيين أنهم يقفلوا مضلع؟ مش هيقفلوا يا أستاذ، حاجة تقفلهم كده إيه هيحصل؟ هينطبقوا مع بعض في الزاوية الصفرية، هتبقى قطعة مستقيمة. إنما علشان دول يكونوا مضلع أقل عدد إن يجيلهم ضلع ثالث يكفل معاهم ويبقى مثلث، أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة إلى ما لا نهاية. والمضلع تفضل يا خلود، المضلع بيتسمى على حسب عدد أضلاعه، فالمضلع اللي فيه أربع أضلاع اسمه مضلع رباعي، والمضلع اللي فيه خمس أضلاع اسمه مضلع خماسي، والمضلع اللي فيه ست أضلاع اسمه، يا بنتي خليكي معايا بس فين، بصي على السبورة يا بابا، بصي على السبورة واسمعيني، والمضلع اللي فيه ست أضلاع اسمه مضلع سباعي، سداسي وسباعي وهكذا. حلو الكلام. طيب احنا يا استاذ بقى المضلعات دي يا استاذ امتى تتطابق مع بعضيها؟ احنا عرفنا ان ايوه اضلاعها متساويه في الطول وزواياها متساويه في القياس، يعني نقدر نقول ان المضلعات جامعه ما بين الحاجتين دول، لان المضلع في حد ذاته به مجموعه من الاضلاع ومجموعه مساويه ليها من الزوايا. نعم الله ينور عليك، يعني زي الاعداد النسبيه خدت كل ما يسبقها من المجموعات. يا منى برافو عليك. هنا المضلعات شمل تساوي الزوايا وشمل تساوي الاضلاع. يبقى نقدر نقول لو حطينا تطابق المضلعات رقم 3، تطابق المضلعات، نقدر نقول ان تطابق المضلعات هنا مش ليه شرط واحد، ليه شرطين، هما مجموع الشرطين دول في بعض. يبقى امتى تتطابق المضلعات؟ اذا كانت اضلاعها متساويه في الطول، اضلاعها اللي هي قطع مستقيمه، واذا كانت زواياها متساويه في القياس، يعني جمعت الشرطين بتوع تطابق القطع المستقيمه وايضا تطابق الزوايا. يبقى نقدر نقول ان المضلعات يا استاذ امتى تتطابق؟ اذا حققت الشرطين دول، اضلاعها متساوية في الطول، متساوية في ايه؟ وخلينا نضيف كلمة كده هنا، أضلاعها المتناظرة. متناظرة يعني ايه يا حبيبة؟ خلاص حصل خير، خلاص يا مريم، أضلاعها المتناظرة متساوية بقى يا فندم في الطول في أضلاع. يعني ايه كلمة متناظرة والنبي؟ يعني ايه متناظرة؟ ما هي متساوية، بس ايه معنى كلمة متناظرة؟ كل واحد بيساوي اللي شبهه، اللي شبهه الناحية الثانية. انت عندك مضلعين، الضلع ده يناظر اخوه هنا، والضلع ده يساوي يطابق اللي هو زيه في المكان الثاني. اهو بص بص، حد مثال، بص ايه ده؟ لا ما تقصدش انه شبه منحرف، ده مجرد مضلع رباعي. في كم ضلع؟ أربعة. يبقى مضلع رباعي، تمام. طب ما نقول مربع يا استاذ، ما ينفعش نقول مربع، لان المربع ليه صفه معينه
مش متحققة هنا. طب نقول مستطيل، ما ينفعش نقول مستطيل، لأن المستطيل لصفة معينة مش متحققة هنا، ولا في أي صفة من الصفات الخاصة للأشكال الخاصة. يبقى يقول عليه إيه؟ مضلع رباعي وكفى، ولا حد يشد الثاني ويد الزوايا مش قائمة والدنيا تضايع خالص. يبقى ده مجرد مضلع رباعي. اسمك إيه يا عم؟ اسمي ألف بجيم دال. يا مريم خليكي معايا يا مريم، ما تتحكيش عليه خلاص. ما اسمك إيه؟ إيه؟ يا فرحة خليكي معايا. في مضلع تاني أخوه، نعم بالانعكاس، بالانعكاس صحيح صحيح. واحنا هندرس على فكره الانعكاس والانتقال والدوران، هناخدهم كلهم ايوه بالتفصيل، بتفصيل اكثر ان شاء الله. على العموم ريتاج بتقول حاجه مهمه، بتقول يا استاذ زي ما كنا بنعمل الانعكاس زمان كان بيبقى الشكل في شكل اخر مشابه لطبق الاصل. ايوه طبق الاصل، ما هو ده التطابق. ما هو طبق الاصل ايه معناه؟ معناه التطابق يا فندم. يبقى احنا هنا عندنا شكلين متطابقين، نسمي دوت مثلا سين صاد عين لام. كلمة متناظرة معناها ان الضلع ده اللي اسمه ألف ب مثلا، مين اللي كده ويطابقه الناحية الثانية؟ يبقى لا ألف ب بس، ألف ب بس، مين اللي كده؟ يبقى الضلع ده يناظر سين صاد. يبقى معنى كلمة متناظرة اللي هو كده الناحية الثانية، زيه في الشكل الآخر، نظيره شبيهه توأمه في الشكل الآخر. يبقى نقول هنا الأضلاع المتناظرة تكون متساوية في الطول. مين يحقق لي الشرط ده على الشكلين؟ يقول لي فلان بيساوي فلان، وفلان بيساوي علان، وعلان بيساوي فلتكان. تفضل وانت قاعدة يا بنت ارتاح. يبقى ألف به يطابق سين صاد أو يساوي، بس خد بالك لو قلت يطابق تحط عليهم علامات القطعة المستقيمة، لو قلت يساوي ما تحطش عليهم علامات القطعة المستقيمة. كمل. ألف لام يساوي سين لام. جميل. وبه يساوي صاد. جميل. لام يساوي لام عين. جميل جميل جميل، برافو عليك. طب الشرط الثاني يا أستاذ، الشرط الثاني بيقول باختصار، تفضلي. اقعد ساكتة يا فرحة، يا فرحة اقعد ساكتة يا بنتي، الله يرضى عليك. زواياهما المتناظرة متساوية، ولكن هنا اقول ايه؟ في القياس مش في الطول. زواياهما المتناظرة متساوية في القياس وليس في الطول، عشان احنا زي ما قلنا هنا ان الزوايا ينسب لها كلمة قياس والأضلاع ينسب لها كلمة طول. مين يقول لي مين الزوايا المتناظرة هنا ومين بتساوي مين في قياسات في قياسة الزوايا؟ مين بتساوي مين؟ زوايا. يقول لي زاوية كذا بتساوي زاوية كذا يا أستاذ، زاوية كذا بتطابق زاوية كذا يا أستاذ. سهلة خالص. قولي يا ريتاج. طب أنا هقول لك على حاجة حلوة، ما تذكري الزاوية بحرف واحد أسهل، لأن الزوايا مش مشتركة مع حد، فنضطر نقرأهم بثلاث حروف. قوليهم بحرف واحد. قياس زاوية جيم يساوي قياس زاوية. شوف لما قالت قياس قالت يساوي، ما قالتش يطابق. لو عايز تقول يطابق تقول زاوية جيم من غير قياس. ما احنا القياس تساوي زي ما قلنا هنا اهو، حرف القاف انا كاتبه وعملت ايه هنا؟ يساوي. ما فيش حرف القاف عملت ايه؟ تطابق. كمية ريتاج. قياس زاوية ب يساوي قياس زاوية صاد. قياس زاوية ألف بيساوي قياس زاوية سين. وقياس زاوية دال بيساوي قياس زاوية لام. تعال نكتبهم كلهم. نكتب الحروف المتناظرة كزوايا وكإيه؟ وكأضلاع. طب دول يكتبوا ازاي في التطابق يا استاذ؟ هيكتب لك المضلع ألف ب جيم دال
يطابق المضلع سين صاد عين. تمام كده. وحضرتك بقى من خلال هذا التطابق تقدر تجيب الأضلاع المتناظرة المتطابقة والزوايا المتناظرة المتطابقة من خلال إيه يا أستاذ؟ من خلال الشكل أو الأفضل من الشكل، عشان ممكن الشكل يعمله لك لاف ولا حاجة، ترتيب الرموز اللي هو جايلها. الله ينور عليك. أول حرف كزاوية يناظر أول حرف كزاوية، ثاني حرف كزاوية يناظر ثاني حرف كزاوية. قال له طب والأضلاع يا أستاذ؟ ده الأضلاع بتتجلي بحرفين. خلاص يا أخي، أول حرفين هنا، الضلع ده يناظر أول حرفين هنا، الضلع ده ثاني حرف ثاني وثالث يناظر الثاني والثالث، جيم دال يناظر عين لام، ألف دال الأول والأخير ألف دال يناظر. يبقى احنا كده ممكن ما نحتاجش الشكلين ذات نفسهم، صح؟ ممكن نجيب تناظر الأضلاع والزوايا منين؟ من ترتيب رموز التطابق نفسها. ممكن في مسائل الاختر يقول لي بص دي سؤال جميل والله العظيم. ممكن يا أستاذ يسألني في حال التطابق وما يجيبليش الشكل؟ أيوة ممكن. ولا نرسمش بالترتيب ده يا زهرة، بالترتيب ده مش لازم نرسم. بص، المثلث المرة دي مثلث ألف ب ج يطابق المثلث لام ميم نون، فإن الضلع ب ج يساوي نون، بس ولا شكل ولا يحزنه، صح؟ من ترتيب الرموز، من ترتيب الرموز. هو ب ج ده الحرف الكام والكام؟ الأول والثاني والثالث، يبقى أكيد هيناظر الثاني والثالث هنا، صح كده؟ هسأل مجموعة أسئلة على الشكل ده من غير ما يكونوا مرسومين ولا حاجة يا زهرة، ونقدر نجاوبهم. قياس زاوية جيم تساوي قياس زاوية مين؟ نون، صح؟ لا ببساطة كده، ما حدش يرفع إيد، لأن جيم هنا هي الحرف الثالث فتناظر الحرف الثالث. قياس زاوية لام يساوي قياس زاوية مين؟ ألف. طول الضلع ألف جيم يساوي طول الضلع مين؟ لام نون. طول الضلع ألف به يساوي الضلع لام ميم. يبقى احنا ممكن نجيب كل الأضلاع المتناظرة وكل الزوايا المتناظرة بدون الحاجة للرسمة من أساسه، صح؟ من إيه؟ من ترتيب الرموز اللي هو جاي لها في التطابق، صح؟ وخد بالك ترتيب الرموز أفضل من الرسمة. ليه؟ الرسمة ممكن يروح لففها لك يزاولك. بصوا شايفين ده؟ ده سهل، يجيبوا لك مترتب. فإيه؟ الضلع ده في اليمين، صح؟ كد اليمين اللي في اليمين، وده يا أستاذ اللي فوق، كد اللي فوق، وده اللي تحت، كد اللي تحت. لا، ممكن يخلي لك الشكل لافف، يجيب لك الشكل ده كده. لا، الرموز ما تخرش المية. ما أنا ليه عشان كده بقول لك إن الرموز أضمن من الرسمة. الرسمة ممكن تلف، إنما ترتيب الرموز عمره ما يتخلف. تفضل. اهو 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 يا بنتي، اهو اهو الشكل ده، تمام. ده سين صاد عين لا، الشكل لافف خالص، الناحيه اختلفت. يعني اقول لي شيء، ده اللي في اليمين بينظر اللي في اليمين؟ لا ما بينظرهوش، ده بينظر ده. يبقى مين اضمن؟ ترتيب الرموز اضمن، لان الشكل ممكن يلف. نعم، لو جاب الشكلين ايه؟ ايوه نفس الكلام اللي بشتغله بالظبط، بس ما اخدش معلوماتي من هنا، اخدها الافضل من مين؟ الاحسن تلف معايا، فاقول تطابق مختلف. ايه المشكله؟ في صاد يبقى هنا كده، يعني الشكل يلف كده، ماشي. اهو ممكن يلف كده، كده مثلا، اهو لفته لك. خلينا سين صاد فين؟
من فوق سين صاد. ولكن لف براحتك يا مستر، احنا بناخد ترتيب رموزنا منين؟ من تطابق المضلعات كحروف افضل. اتفضلي يا استاذ. تمام. يختلف زي ما يختلف مرجعيتك للرموز. مرجعيتك للرموز مفيش دعوه بالشكلين. هتشتغلي ترتيب، عايزه تعرفي مين يناظر مين، بصي للرموز ما تبصيش للشكل. وما ينفعش اقراها سين صاد عين لام. هو انا لازم اقرا بدوران معين او يعني بحسب اتجاه معين في الدوران اقرا زي الترتيب ده. ده اسمه ايه؟ الف ب ج د. الف ب ج د ده اسمه ايه؟ سين صاد عين لام. سين صاد عين لام. ممكن، بس لام عين صاد سين ما بيطبقش الف ب ج د لانك خلفت التناصر. صح. بص بص دي بتقول ايه هي؟ بتقول يا استاذ لام عين صاد سين يطابق مين؟ دال جيم به ألف. يبقى زي ما خلفت هنا خلف هنا، تمام كده؟ بحيث يفضل الترتيب ده ثابت ما يتخلفش. فما تقوليش بقى ايه يا استاذ ألف به جيم دال يطابق عين لام. ايه هو ده؟ ايه هو ده؟ زي ما بدأت هنا تبدأ هنا. انت بدأت عدل من البداية وبتتجه من اليمين للشمال، تجي هنا تقرأ بنفس الترتيب. طب تفضل. عين لام سين صاد يطابق جيم دال ألف ب. صح صح. ليه؟ لأن زي ما عملت هنا ده أنا ممكن أضلع مجموعة من التطابقات على كده، بس بشرط كل ما تعمل تغيير هنا تجري نفس التغيير. يعني بص، أنت قلت إيه يا حبيبة؟ قلت إيه؟ بدأت بالحرف الكام؟ الثالث. صح. وبعدين قالت مين؟ الرابع. وبعدين الأول وبعدين الثاني. اعمل ده هنا ويبقى طبق ثاني زي الايه؟ ايوه، زي اجرائي على تغيير في البسط والمقام. ممكن اعمل كده والدنيا ما تتغيرش. ممكن، بس نفس التغيير اللي اجريته على البسط بالضربه او القسمه تعمل زيه على المقام. قسمت فوق على اثنين، اقسم تحت على اثنين. هنا انت بصي مشيت ازاي؟ قلتي عين لام سين صاد. امشي كده هنا برضه. الثالث، الرابع، الاول، الثاني. حلو الكلام؟ نعم. هو اللي هيكتب لك الرموز. امال انا هاخد تطابقي منين؟ او ما يكتبلكيش الرموز بس يقول لك الزوايا كلها هنا. ممكن ما يكتبليش الرموز يا استاذ. ممكن. هقول لك. الله ينور عليك، برافو. اشوف بقى ايه كل واحده ونظرتها. ركزي معايا في الحته دي، اسئله جميله والله العظيم بتخلينا نكتشف حاجات اكتر. شايف المثلثين دول لفين وحالتهم بالبلد، بس احنا ممكن نطلع الرموز بالترتيب. بس تقول لي مين بيساوي مين؟ المثلث الاولاني اسمه الف ب ج، والمثلث الثاني اسمه سين صاد عين. جميل الكلام. لا اصبري بقى لما اديك القياسات. وانت مين عرفك به؟ به بتنظر مين هنا لو سالتك؟ مش عرفني، مش عرفني. هعرف منين؟ ايش ضمني ان به بتساوي مين هنا؟ صح. بصوا بقى، انتوا عارفين مجموع قياسات زوايا المثلث الداخله كام؟ 180. صح. جميل. زاويه به ب 60 درجه. هو مين قال انهم متساويين يا عم؟ مين قال انهم متساويين؟ مثلا الاضلاع دي، هو عندك معلومه ان الاضلاع متساويه؟ يبقى هجيبها منين؟ على حسب ما هو يقول. ده بكام؟ ده بكام؟ دي بكام؟ ده لو متساوي اضلاع، مش متساويش اضلاع. انا دلوقتي عايز اعرف، عايز تقولي المثلث كذا 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 يطابق المثلث كذا 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 بترتيب الزوايا والرموز المتساويه من نفسك لوحدك استنادا
للزوايا المتساوية. مين يجاوب؟ مين يجاوب؟ قول يا منى. ايوه قولي. وانت عارفه ولا مش عارفه؟ طب قول. لا قولي وانا نساعد بعضينا برضه. اول حاجه اعملها ايه؟ بس كده عشان يبقوا الثلاث زوايا قدام عيني واعرف اقول مين بتساوي مين ومين بتساوي مين. امال ليه سالتكم في البدايه؟ قلت لكم يا اخوانا انتوا عارفين مجموع قياسات زوايا المثلث الداخله كام؟ قلتوا ايوه يا مستر عارفين مجموعهم 180. ما هو ده هيمكن حضرتك انك تجيب الزاويه الثالثه هنا وتجيب الزاويه الثالثه هنا عشان تشتغلي على ايه؟ على ميه بيضه، صح؟ هات الزاويه الثالثه هنا يا منى. 130 جميل. يبقى زاوية جيم الزاوية الثالثة جبناها مستر بكام؟ يلا هاتي برضو الثالثة هنا هتبقى 70. 50 و60 110 أطرحها من 180. والله يا أستاذ واضح كده، واضح واضح إن الزوايا هنا مالها متساوية، متساوية في القياس. بفرض ان احنا عندنا ضلعين كالضباع، ان الاضلاع هي كمان متساوية. الاضلاع مالها؟ متساوية على فرض يعني، عشان يحصل التطابق يعني. عشان احنا ما خدناش لسه حالات تطابق المثلث. بس اللي طالبه من حضرتك تقولي لي مين يناظر مين؟ المثلث كذا 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 يطابق المثلث كذا كذا كذا. يلا الكذا كذا كذا بتاعك فين؟ اذكري لي اول واحد. ألف. أروح أكتب هنا. المناظرة لألف. عرفتها إزاي؟ من القياس يا مستر، لأن القياس هنا 70، فدورت على اللي قياسها 70 هنا لقيتها سين. ما سين كتبتها خلاص. ب. أيوة. آه. عرفت منين؟ عشان عرفت منين؟ قياس الزاوية ماشي. إذا المثلث ألف ب ج يطابق المثلث مين بقى تقول لي؟ مين الأضلاع المتساوية في هذين المثلثين؟ أضلاع. والضلع بتجري بحرفين يا مستر، صح؟ الضلع بتجري كم حرف؟ يا حبيبة زعلانة ليه كده؟ ومهمومة ليه كده؟ خليكي معايا. الضلع بتجري كم حرف؟ بحرفين يا زهرة. قولي لي بقى مين بيساوي مين في الاضلاع؟ جميل. ليه؟ لان ا ب ده اول حرفين يا استاذ، فهيساوي س ص. يبقى ا ب يساوي س ص. ايه الشرطتين دول يا استاذ؟ دي علامات التساوي. الضلع اللي مرسومه عليه علامه الشرطتين يبقى بيساوي الضلع اللي مرسومة عليه علامة الشرطتين اللي زيه. اتفضلي يا زهرة كملي بقية الأضلاع المتساوية. ما تاخديهم من هنا، ما تبصيش على الشاك، ما تتلخبطيش. خليك. أمال إحنا جبنا الرموز ليه؟ مش عشان تساعدنا؟ أيوة كده. ب ج تطابق ص عين. ب ج ص عين. شرطة أو شرطة؟ الله ينور عليك. مجرد علامة مختلفة، مجرد علامة. مش إحنا قلنا اللي عليها نفس العلامة قد بعض، اللي عليهم نفس العلامة قد بعض. طب أجي على دول أعمل شرطتين برضو؟ يعني معناه إن دول كد دول برضو؟ لا، دول كد بعض بعلامات مختلفة عن دول. زي طول وعرض المستطيل، الطولين زي بعض، العرضين زي بعض. ما ينفعش تعمل عليهم كلهم نفس العلامة وإلا أصبح مربع. نفس العلامة معناه إن الجميع هنا ماله متساوي، صح كده؟ أنا عايز أدي علامة مميزة لكل اتنين بيساووا بعض، أروح عامل نفس العلامة على الجميع. ده أنت كده بتتكلم في مثلث متساوي أضلاع. ندي نشوف له علامة تاني. ثلاث شرط، صح. المهم تبقى علامة مختلفة مميزة، مميزة للضلعين المتساويين، وتفهم القارئ ان دول كد بعض بس مش كد البقيه، صح كده؟ عشان كده عملت هنا علامتين مختلفين. كملي يا شهر يا زهره. الضلع ا ج
يطابق او يساوي. تفضل يا مستر محمد. تفضل. سين عين. يبقى نعمل عليهم مثلا ثلاث ايه؟ ثلاث شرط. ايوه عايز تعملي ايه؟ ورده مثلا عليهم، ونحط سبونج بوب عليهم، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. يا فندم احنا في الامتحان مش مطالبين بان احنا نرسم شكل اصلا، مفيش مشكله. لو هترسمي اضلاعك المتساويه حطي عليها نفس العلامه، مفيش مشكله. وبعدين انا بدالك عشان لما تشوفيها ما تستغربيش في الاشكال. ايه الشرطين دول يا استاذ؟ معناه انهم مكذبات. لا، في مقالي لما هناخد، هديك واحد مقالي في تطابق المثلثات. عايز ممكن منديل؟ حد معاه منديل؟ معاك منديل يا حبيبي؟ معاك ولا معكيش؟ ينفع ايا كان. بص بقى سؤال، هديكم سؤال مقالي على موضوع ايه؟ التطابق. يبقى احنا عرفنا يا مستر ان المضلعات تتطابق اذا تساوت اضلاعها في الطول، واذا تساوت زواياها في ايه؟ القياس، في الشكل المقابل. بصي معايا، في الشكل المقابل. لا ما شبهش. الواحد منهم شمون، كل واحد منهم على حدة شمون، كل واحد منهم شمون. ألف ب ج د ه واو واو ايه. بصوا للقياسات اللي هتكتب. الضلع ده به ج 4 سنتيمتر. الضلع ده 5 ألف ب ب 5 سنتيمتر. الضلع ده ألف ه ب 7 سنتيمتر. لا الضلع المشترك مش هقول لك عليه. الضلع الزاوية دي، الزاوية دي قياسها 80 درجة، الزاوية دي قياسها 135 درجة. الزاوية دي قائمة قياسها 90 درجة. لا معلش، مدام 90 يبقى هنخلي دي تبقى كام؟ دي تبقى 100 درجة. ايوه. بالنسبة للشكل الرباعي مجموع قياس زوايا 360. شكل رباعي زي المثلث 180، الشكل الرباعي 360. ده هناخده بالتفصيل ان شاء الله في درس المضلعات الترم الثاني. تمام؟ طيب بيقول لي المضلع ألف ب ج د يطابق المضلع ألف ب ج ألف ب ج ه. ناس ألف ب ج ه يطابق المضلع واو د ج ه. خد بالك المثال اللي أنا ضاربه ده من نوعية الأمثلة اللي بيبقى المضلعين فيهم ضلع مشترك، فيهم ضلع إيه؟ مشترك، قاعد في النص ما بين المضلعين، هو ضلع مشترك ليهم هما الاثنين. المهم ان احنا يا عمي لما نيجي ناخد معلومات ناخدها منين؟ من الرموز، من ترتيب الرموز. السؤال الاول، اكمل ما ياتي. ب د تساوي كام كله؟ ب د ب د
تساوي كام؟ اتفضل يا خلود. الله ينور عليك يا بنتي، برافو عليك. 8 سنتي. الله، جات ازاي 8 سنتي؟ اولا الضلع به جيم، يناظر الضلع دال جيم، فاذا طولهم متساوي. يبقى زي ما ده باربعة يبقى ده كمان باربعة. يبقى لما اسألك عن به دال بالكامل تجمع اربعة زائد اربعة، يبقى الضلع ده بالكامل بثمانية سنتيمتر. السؤال الثاني، واو دال يساوي كام سنتي؟ واو دال، واو دال، اتفضلي يا منى. 5 سنتي، برافو عليك. لماذا؟ لان واو دال مناظر لألف ب. عرفت منين من ترتيب الرموز يا مستر؟ لان واو دال هنا هو اول حرفين، يبقى يناظر اول حرفين. برافو يا منى. يبقى ده بكام؟ ب5 سنتيمتر. ايه واو يطابق نقط؟ ايه الاجابه؟ الف ه ولا الاجابه 7؟ الله ينور عليك، عشان قال يطابق يبقى هو هنا يقصد يطابق. يبقى تجيب له اسم الضلع اللي بيطابقه، مش تقول له هو كم سنتي. بص الفرق ما بين دول، شايف دي هنا ايه؟ واو دال، ما فيش قطعه مستقيمه، وفي علامه يساوي، وفي الاخر في ايه؟ في كلمه سنتي. يبقى عايز رقم، عايز ما يساويك رقم، مش ما يساويك ضلع. انما هنا كاتب ايه؟ واو، عليه علامه القطعه المستقيمه، وكاتب يطابق، وفي الاخر هنا ما فيش سنتي. يبقى هو يقصد ضلع. يبقى الاجابه هي الف ه وعليه علامه القطعه المستقيمه. بص السؤال دوت، ايه واو يساوي نقط سنتي؟ بص اختلف ازاي؟ كام الاجابه؟ 7 سنتي. الان يا حبيبي، وبعدين كل ما ابص عليك تلاقي مش بس على السبوره، خليك على السبوره ما تصحيش. يبقى ايه واو بكام سنتي؟ ب7 سنتي. كد اخوه. قياس زاويه واو بكام؟ درجه بكام؟ بكام يا زهره؟ ب80، لان يا استاذ زاويه واو تطابق زاويه الف، وبما انه هنا كاتب درجه يوم مش عايزني اكتب له الف، ده عايزني اكتب له الرقم، القيمه العدديه، القياس، قياس الزاويه. يقول الاجابه هنا كام؟ 80. طيب اي مضلع رباعي مجموع قياس زاويه 65؟ ازاي مش مكتوب عليها حاجه؟ ما هي ساوت دي بدي هنا. نعم ماشي. يبقى دي بكام؟ 80. طب بص السؤال ده، قياس زاويه واو ه ج بكام؟ واو ه ج. لا، تفضلي. برافو عليكي. مش بتناظر اختها. ايوه تناظر، ما هو دي تناظر دي. ليه يا استاذ؟ بص اسم دي واو ه ج. بص 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 بص، واو ه ج. يبقى هتناظر مين هنا؟ يبقى هتناظر مين هنا؟ الف ه ج، بنفس المنطقية. بص بص، أول رابع ثالث، أول رابع ثالث، ألف ه ج بكام؟ يبقى نظرتها بكام؟ ب100 درجة. برافو عليك، صح كده؟ اسألي. وأنا أسأل ثاني؟ طب خذ السؤال ده، سؤال حلو قوي. المضلع ده 360 لأنه مضلع رباعي. المثلث يا زهرة هو اللي 180، إنما كل ما المضلعات بتعلى في عدد أضلاعها مجموع قياس زواياها الداخلة بيزيد. يعني الرباعي أكيد هيبقى أكبر من المثلث، الخماسي أكيد هيبقى أكبر من الرباعي، والسداسي أكبر منهم، وهكذا.
هندرس الكلام ده بالتفصيل في الترم الثاني ان شاء الله في درس اسمه المضلعات. انما كفايه نعرف دلوقتي المثلث مجموع قياس الزوايا 180، الرباعي مجموع قياس الزوايا 360، ضعف المثلث، ضعف ال 180 بتاع المثلث. هسال سؤال دلوقتي، يبقى احنا قلنا دي كام؟ 100 درجه. هسال سؤال ثاني، ركزوا معايا. فضل اللي عارف يرفع ايده. قياس زاويه الف ه واو تساوي كام؟ الف ه واو، الف ه واو، قول يا فرحه كام؟ غلط. سنتي يا عم، دي زاوية بالدرجة، دي زاوية بالدرجة. قولي يا ريتاج 100. غلط. قولي يا خلود. لا خلاص اصبري بك، اصبري بك. 80 زائد 100 زائد 80 اديني كام؟ 260. 200. غلط. لا استنى، 280 زائد 80 زائد 100. لا تفضلي. اسمك ايه؟ يا رؤى. يا رؤى اقسم بالله العظيم ممتازه، ممتازه يا رؤى. اه صح. لا يا فندم مش 80 زائد 80 دي، بص جابتها ازاي، بص جابتها ازاي. مش احنا خدنا ان مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطة واحدة 360 درجة؟ يبقى أنا لو عندي نقطة، لو عندي نقطة، تفضل، لو عندي نقطة خرج منها ثلاث أشعة، فالأشعة قسموا الزوايا إلى كم زاوية؟ إلى ثلاث زوايا، مجموع الزوايا 360. فلما واحدة منهم تبقى ب 100 والثانية من التطابق بقت ب 100 وعايز أجيب الثالثة، هجمع دول وأطرحهم من 360، لأن مجموع، تفضلي، ايوه الف ه واو، ما هو الف ه واو، ما هي اهي اهي الف ه واو اهي اهي، مش هي كلها، هي اللفه كلها ب 360. ماشي 80 زائد 80 زائد 100 زائد 100 دين 360. ماشي، طب الزاويه دي بكام؟ كذا لم يتم الاجابه على السؤال. انت جمعتي اربع زوايا وطلعوا 360، ماشي على عيننا وراسنا. عشان 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 دول هنا، دول 180 دول 180، فعلى بعض 360، لكن الزاويه في النص بكام؟ ما عرفتش برضه. صح؟ يبقى الزاويه اللي في النص تيجي ازاي؟ زي ما رؤى قالت، ان انا هجمع الزاويتين دول يدونا 200 واطرحهم من 360 يديني 160 درجه. بصي معايا، قياس زاويه ه ج ب بكام؟ ه ج ب بكام؟ بكام يا فرح؟ ايه هي؟ ه ج ب، قولي يا زهر. 90 درجة، برافو عليك، إجابة صحيحة. 100. يخرب عقلك، يخرب عقلك. 190 ازاي؟ ده 190 دي زاوية منعكسة. 90 درجة. 90 يا استاذ. والله؟ طب جات ازاي 90 يا استاذ؟ قولي لي ازاي؟ عشان مثلا واو ودال. على مهلك يا بنتي، سلامتك. عشان مناظرة الواو ودال. عشان مناظرة لمين؟ واو ودال. واو ودال هي. واو ده الجيم؟ لا، دي اهل مناظره ليها. مش انت بتتكلمي، تكلمي عن دال؟ دال تناظر به، انما دي تناظر دي. بصي بصي، مش دي اسمها هي هي جيم به؟ بصوا بصوا، هي جيم به. حاضر، هي جيم به تناظر مين؟ هي جيم دال، يبقى دي تناظر دي، صح؟ ولانهم مرسومين على خط مستقيم يبقى عاملين زاويه مستقيمه ب 180،
طيب فرضنا ان عندك زاويتين قد بعض مجموعهم هما الاثنين 180، يبقى قياس الواحده فيهم بكام؟ 180 على الاثنين. ايه يا بنتي؟ فين يا بنتي؟ برا؟ حاضر خلاص هناخد الوجه. يبقى لما يكون هما الاثنين 180 يا رجال، هما الاثنين 180، يبقى كل واحد تتقسم على الاثنين، فكل واحد تاخد كام؟ 90 درجة. مش عندك درس هنا انت؟ طيب يا بنتي الاستاذ لسه ما دخلش. ها قولي. ايوه بيت 90 وده 90. ايوه صح. لا مش عشان دول مجموعهم 180، عشان الخط المستقيم زي ما انت قلتي. ايوه لا دول ما لهمش دعوه بالخط المستقيم. الخط المستقيم الزاويه اللي جواه هي اللي 180 مش الاطراف. اخر سؤال عشان نخلص. محيط الشكل الف ب د واو ه. يا ساتر. اولا يعني ايه كلمه محيط؟ اكفي لي ده او افتحيه خالص عشان زميلتك ما تخبطش. اكفي لي خالص يا فرح. يعني ايه محيط؟ يعني ايه محيط؟ يعني كله محيط. يعني كله ايه؟ يعني كله مجموع اطوال اضلاع اللي بتحيط بالشكل. صح يا فرحه. يبقى لما نجمع دول كلهم هنحصل على كام؟ 7 + 5 + 8 + 5 + 7 5 و5 10 7 و7 24 كده 24 و4 و4 8. يبقى 8 على 24 اديني كام؟ 8 على 4 ايوه زائد عليها يعني اقصد اضافه عليها يعني يدينا 32 سنتيمتر.